دي مزهرية شكلها عادي، السحر بيقطع البرتقال وبيطلع منها البذور، ووضع تربة في المزهرية، وبعدين مد ايديه وغمض عينيه وعمل تعويذة سحرية. البذرة انفجرت من التربة وبقت شتلة صغيرة وببطء بتكبر وبتبقى شجرة. الجمهور كان مذهول، المحقق كان بيبصله بذهول، كبرت وبقت شجرة برتقال ومليانة بالثمار. خد 2 منهم وداهم للجمهور، الثمار حقيقي، واختفى المنديل من صندوق السيدة دي، راح اتجاه شجرة البرتقال عن طريق فرشتين وهما بيرقصوا. ازاي راح هناك؟ الجمهور كان بيهتف وبيسقف على عرض الساحر الرائع. كمان الساحر ده عمل ضجة كبيرة في المدينة. المحقق قال للساحر الأمير هيشوف أدائك كمان كام يوم، لأنه معجب مبتدئ بالسحر. أنا عايز أعرف بجد إزاي خرجت الفراشات والبرتقال من الشجرة، ده سر الساحر أكيد مش هيقوله ببساطة. الأمير جه عشان يتفرج على العرض. الساحر ده حد يكون مش بيخاف من الموت يطلع على خشبة المسرح. الأمير رشح أميرته إنها تنزل. الساحر اتعرف عليها فورا. السيدة الجميلة دي هي حب الأول من 15 سنة، صوفي. الاتنين اتعرفوا على بعض. دلوقتي مفيش قدامهم غير انهم يتظاهروا انهم ما يعرفوش بعض. الساحر لبس صوفي عباية، استدارت وانحنت قدام المراية، لكن في الواقع المعكسة في المراية فضلت واقفة ورفعت ايديها وظهرت واحدة من وراها فجأة. لكن لما بصت صوفي وراها ما لقيتش اي حد وراها، اللي وراها ضربتها بسكينة وانعكاس صوفي في المراية وقعت على الارض وماتت. امتص الساحر روحها. المنظر كان غريب جدا. كانت صوفي خايفة جدا لدرجة انها اغمى عليها تقريبا. الامير كان شخص متعجرف جدا واعتقد ان كل ده مجرد وهم، ودعا الساحر انه يجي القصر عشان يعمل العرض مرة تانية، وفي الوقت ده فريقه الفكري ممكن يكشفوا الساحر. الساحر من وقت ما قابل صوفي حبه الاول من 15 سنة، قلبه اتحرك فجأة. الاتنين اتقابلوا في السر في العربية. من 15 سنة الساحر كان مجرد ابن واحد حرفي عادي، بعد كده قابل واحد عجوز محترف تحت الشجرة علمه سحر رائع. في الاخر اختفى الراجل العجوز والشجرة من غير ولا اثر. بعض الناس بتقول ان السحرة موهوبين، وبعضهم بيقول ان عندهم قوة خارقة. الاشخاص العاديين اللي بيقدروا يخلوا البيضة تمشي على العصاية. صوفي اتقابلت مع الساحر. الاتنين كانوا منسجمين مع بعض جدا، لكن هويتهم مختلفة عن بعض تماما. اهلها اعترضوا بشدة، ما كانش قدامهم غير انهم يتقابلوا في السر في بيت صغير. الساحر قال في مرة انه هيخلي صوفي تختفي في يوم من الايام. بيهربوا لمكان فاضي وصنع قلادة خشبية واداها لصوفي، لما تفتحها هتبقى قلب وجواها صورة. للأسف الحب الحقيقي للاتنين تم التفريق بينهم بالقوة بسبب الفجوة القاسية بين الأغنياء والفقراء. دلوقتي مر 15 سنة والاتنين مشاعرهم زي ما هي. اتقابلوا في العربية نص ساعة وبعدين افترقوا. دعا الأمير الساحر عشان يعمل العرض السحري في القصر. الساحر استخدم ايده السحرية وغير مظهر الملك. كل الأمراء والنبلاء من الجمهور كانوا بيسقفوا، فقط الأمير المغرور ما كانش راضي عن أداء الساحر، اعتقد انه مجرد تفاعل كيميائي. الساحر قال له اديني سيفك. الأمير قال له خده وارتجل سحر. الأسطورة بتقول ان الشخص الوحيد اللي اخرج السيف من الحجر هو الملك أرثر، ولو ما قدرتش تحرك السيف يبقى ما تستحقش تكون ملك. وقف السيف على الارض بطريقه سحريه. كتير من الجنرالات ما قدروش يحركوه بكل قوتهم، محدش عارف السبب. لو في حد عارف اكيد هيبقى المخرج. في الاخر الامير حركه، الجميع هناه وقال له ان هو ملك المستقبل. لكن الامير قال للمحقق ما يسمحش للساحر بالعرض ده مره تانية لانه غلب الامير. صوفي راحت لبيت الساحر في الليله دي واشعلوا الحب اللي بينهم من 15 سنه، وتم اغلاق مسرح الساحر بالقوه. كل ده كان من ترتيب الملك، ولكن الساحر كان متوقع كل ده. جاب كل فلوسه وحطها في شنطه وقرر انه يهرب مع خطيبه الامير صوفي. المشهد ده شافه واحد من رجال المحقق. المحقق فورا راح بلغ الملك. الامير غضب جدا. الامير اتخانق مع صوفي، لكن في الواقع الامير ما كانش بيحبها من الاساس، كان بس عايز يستفيد من شهره صوفي عشان يقعد على عرش الملك بسهوله. كان مجرد زواج سياسي. كمان صوفي اعترفت له انها مش عايزه تتجوزه. الامير ضربها على وشها. مدير البنت كان بيراقب الامير وهو مخمور وبيطارد صوفي، وسمع صوتهم وهما بيتخانقوا جامد في الاسطبل. بعدها اصيبت صوفي بجروح بالغه ووقعت على ظهر الحصان. في اليوم اللي بعده لقوا جثه صوفي في النهر. الساحر خلع ملابسه ونط في النهر وشال صوفي، لكنه كان في الاصل متاخر. بعد فحص الطب الشرعي قال للمحقق ان تم طعنها بالسيف حتى الموت. المحقق بنفسه فحص جثه صوفي. الطب الشرعي قال انهم لقوا الجوهره الحمراء دي في ملابس صوفي، والساحر قال لهم ان الامير هو اللي قتل صوفي اللي منعهم من الهروب. المحقق راح للاسطبل ليه حاجه بتلمع، عايز يتحقق. لكن الامير رجع للقصر وعايزه يتخلى عن التحقيق. بعد فتره قصيره كل الناس اللي كانت في مسرح الساحر استقالت. الساحر دور على دفعه جديده من المساعدين عشان يقدر يكمل العرض السحري بتاعه الجديد. ناس كتير جدا اتجمعت في المسرح. استدعى الساحر شبح بيتكلم، خلى فيه ضجه في المدينه مره تانية. وبعدين استدعى ولد صغير. المحقق بيعتقد ان ده ممكن يكون مجرد عرض فيلم مش مهم قوي، لكن كان الاغرب الولد اللي استدعاه كان بيمشي لكن جسمه كان شفاف تماما. ده خلى المحقق في حيره
قبض على الساحر عشان يحقق معاه. اتجمع متظاهرين كتير قدام مركز الشرطة، كلهم كان عندهم امل انه يستدعي اقاربهم المتوفيين. مفيش اشباح في العالم. المحقق كان عايز يقبض على الساحر بتهمة الاحتيال. وقف الساحر وقال للجميع ان ده كان مجرد وهم، من المستحيل رؤية الارواح الميتة، ده كان مجرد ترفيه، الناس اتشتتت. بكده المحقق ما يقدرش يدينه. الامير كان متنكر في زي نبيل عادي، كان لابس نظارة وبيشوف اداء الساحر. المرة دي الساحر مد ايده واستدعى صوفي، والاغرب ان صوفي كانت بتتكلم مع الجمهور وقالت ان اللي قتلها موجود بين الجمهور. اشار الجمهور للامير، صوفي اختفى تدريجيا في الهواء. الساحر كان حزين جدا. الجمهور طالب الشرطي بانه يحقق مع الامير. الامير قال للمحقق ان الساحر سيطر على الجمهور عشان يهاجموه. المحقق كان في الاصل من العامة، كان متعاطف مع الساحر ونصح الساحر بعدم استفزاز الامير، لكن الساحر كان مجهز كل حاجة ومش بالسهل انه يتراجع. ليه العميل القديم اللي طرده واداله كل ممتلكاته. استدعى الساحر روح صوفي مرة تانية. صوفي قالت للناس انها قبل متى حاولت تتخلص من قسوة الامير وضيعت العقد بتاعها في الاسطبل. الناس كلها صارت على الامير، واصر المحقق انه يقبض على الساحر رغم غضب الجمهور، لكن قبض على الهوى. الساحر قام وقف ومشي واخترق بجسمه السيف ببطء بقى شفاف واختفى من المسرح. مفيش اي حد عنده تفسير للي حصل. فتش المحقق ورا كواليس المسرح والساحر، ما لقوش اي ادله. المحقق لقى على الترابيزه رسمه عقد صوفي، وراح بعربيته لاسطبل الامير. لقى على الارض عقد صوفي زي الرسمه بالظبط. الصوره اللي كانت جواها طارت ووقعت على الارض. لقى بالصدفه جنبها جوهره لونها اخضر. حد من رجالته سرق سيف الامير وحط عليها الجوهره، طلعت فعلا من السيف. اتضح ان الجوهره دي بتاعت الامير. قرر المحقق ان الامير هو القاتل، وقام تسليم خطاب شكوى مع السيف لحاشيته، وبين عشيه وضحاها راح للمكتب الرئيسي عشان يواجه الامير. الامير قال له ان كل دي مؤامره من الساحر. الساحر خد سيفه اثناء العرض، كان عنده فرصه عشان يعمل الحيله دي حتى بعد ما الامير وعد المحقق انه هيخليه عمده. ما تاثرش، هدد المحقق بالمسدس، لكن الجيش الامبراطوري كان وصل للقصر بالفعل. الامير قال له هو مرعوب ان الملك فاشل في اداره البلاد، بيحاول يغير كل حاجه وده غلط. هنا ممكن ملاحظه ان الامير فعلا عايز يعمل حاجه لبلده، لكن للاسف الجيش الامبراطوري كان بالفعل في القصر. الملك مش هينقل العرش للقاتل، كان عاجز وقرر انه ينتحر بالرصاص. المحقق خرج من بوابه القصر، وقف ولد صغير واداله المخطوطه السريه لشجره البرتقال السحريه. الولد قال له ان الساحر طلب منه كده. دور المحقق في جيبه واكتشف ان عقد صوفي مش موجود. ظهر الساحر وسط الحشود، مشي على طول الطريق لمحطه القطر وركب القطر بهدوء. رنت صفاره القطر. اخيرا المحقق الذكي عمل فلاش باك واكتشف ان كل ده من صنع الساحر. طلبت صوفي من الامير انه يشرب المشروب ده، وثبت عقدها بنفسها في الاسطبل. زورت مسرح الاغتيال عشان يتهموا الامير. صوفي ما كانتش ماتت في الاصل، عرض الشبح في الاساس كان عشان يقنع المحقق انه يروح يفتش في الاسطبل. تدريجيا استنتج ان الملك البريء هو القاتل. المحقق ما قدرش يمسك نفسه من الضحك، هو نفسه كان عاشق للسحر ومعجب بحيل السحر. في اللحظه دي السحر رجع بالفعل للريف، وهيعيش هو وصوفي حياه سعيده، ومحدش هيقدر يفرق بينهم تاني. الفيلم ده اسمه The Illusionist او المخادع، على الرغم انه مش مثير زي فيلم السحر القاتل، حتى انه فيه ثغرات كتير. على سبيل المثال في مهارة الساحر، كان ممكن يختفي فجأة مع صوفي ويعيش في عزلة ومكانش يخاطر بحياة الامير. وكمان المحقق كان الايد اليمين للامير، فجأة بقى بيحب العدل. لو كان المحقق مرجعش عشان يفتش ورا الامير، مش كان الساحر هتفسد كل ألعيبه باستثناء شجرة البرتقال والفرشتين، وعرض السحر يخطف الانفاس زي البنت بالرداء الاحمر في المراية. لكن اكتر حاجة لفتت الانتباه هو الحب الصادق بين الساحر وصوفي. 15 سنة فاتوا ما تغيرتش مشاعرهم لبعض. ابن النجار كان عايز يكون مع بنت الدوق، بينهم حواجز الاف الجبال، لكن عشان الحب الاتنين اتحدوا كل شيء، من بينهم الامير. تمام، قصة النهاردة هتنتهي هنا. اشوفكم المرة الجاية. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.